برحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع درسنا بعد ما تناولنا آليات التبادل الغازي المختلفة لدى هذه الكائنات لنبدأ أو لنتعرف على عملية التنفس الخلوي. طبعا نحن ببداية الدرس هون إذا بتتذكروا كنا نقول إنه التنفس بحد ذاته هو أخذ الأكسجين لاستخدامه في إنتاج الطاقة اللازمة لحياة الكائن وعملياته الكيميائية والفيزيائية التي تجري في جسمه. شفنا هون آليات التبادل، أخذ الأكسجين وطرح CO2، لكن الفكرة هلأ هي ترتيب هالأفكار كلها. فمن نقول عملية التنفس أول شيء هي تبادل غازي مع الهواء اللي حكيناها هون، ثم قد تكون هنالك تبادل غازي مع الدم إذا احتاج ذلك التبادل إلى وسيط وهو الدم بين الهواء طبعا والخلية، لأن خلية الجسم كانت واحدة ولا كثيرات خلايا ولا كل خلايا الجسم هي من تحتاج الأكسجين لإنتاج الطاقة فيها، تمام؟ فلذلك خارجي مثل الرئتين مثلا هون آلية التبادل عن طريق الجهاز الرئوي، الدم يوصل إلى الخلايا هي الخلية خلية الجسم، في عضية اسمها الكوندرية فيها يتم إنتاج الطاقة. فهي معناها مستويات عملية التنفس: جهاز يأتي بالهواء إلى الدم إلى الوسيط اللي هو بين الهواء وبين الخلايا. الآن الدم مثل ما حكينا هذا الوسيط يوصل الأكسجين إلى الخلايا، خلايا هي من تحتاج الأكسجين، وأي عضية بالخلية حصرا الكوندرية، تمام؟ هلأ فكرة قال نوعات تنفس: تنفس هوائي وتنفس لا هوائي. الهوائي يتم بوجود الأكسجين، أما اللاهوائي فيتم دون وجود الأكسجين. هاي تعريف التنفسين. شو القصة؟ شو الفكرة؟ الفكرة بدي أقول إنه الخلية تحتاج للطاقة وتحصل عليها من الغذاء سواء بوجود الأكسجين أو بدون وجود الأكسجين. يعني في كائنات تعيش بعيدا عن الأكسجين أو تنحرم من الأكسجين بسبب ما، هل يتوقف إنتاج الطاقة فيها؟ طبعا لا. هل تتوقف الكوندرية عن عملها أو يتوقف إنتاج الطاقة؟ طبعا لا، لأنها ستلجأ إلى الحصول على الطاقة من دون وجود الأكسجين، يعني تلجأ إلى التنفس اللاهوائي، تمام؟ هلأ عندنا فكرة تانية حلوة كتير، مقارنة التنفس الهوائي حصرا بعملية الاحتراق لما بنحرق مثلا عود كبريت أو التنفس الذي يجرى في الكوندرية هو كعملية الاحتراق التي تجرى مثلا لعود كبريت أو بضع أخشاب. لكن الفرق أن التنفس الخلوي يتم بمراحل، يعني تفكيك المادة العضوية يتم بمراحل، تفكيك السكر يتم بمراحل بتفاعلات وبوجود أنزيمات، أما الاحتراق فيتم دفعة واحدة. شو معنات الكلام؟ يعني إذا حطيت شوية سكر على الصوبيا دغري بيحترقوا بيطلعوا نار وبيطلعوا ريحة، أما السكر هون جزيئات السكر نفس العملية بتصير، بتفكك السكر هذا وبصير بعدين ماء هيك عم يغلي ماء وبيطلع منه بخاء هيك الماء وبيطلع منه بصير فحمة سودا ما وحرارة بتدس هيك بتحط ايدك عليها بتلاقيها سخنة كتير، قطعة السكر صارت يعني الطاقة طلعت منها. هاي الاحتراق للسكر على الصوبيا هذا تم دفعة واحدة، تم تفكيك السكر دفعة واحدة، أما تفكيك السكر بالكوندرية فيتم بمراحل بوجود تفاعلات، هالتفاعلات بتقوم فيها أنزيمات
لكن الأساس أنه تحتاج، هنا تحتاج العملية إلى أكسجين، وهنا أيضا تحتاج العملية إلى أكسجين. كلياتنا بنعرف أنه الاحتراق إلى ماذا يحتاج؟ أكسجين. كلياتنا بنعرف أنه المادة العضوية هي فقط التي تحترق، عملية الاحتراق هي فقط على المادة العضوية. وإذا بتتذكروا دائما بالكيمياء، الناتج عن عملية الاحتراق هو CO2 زائد H2O، صح؟ وكمان الناتج عن عملية التنفس هو H2O CO2، صح؟ لكن هون التفاعلات بطيئة، مرحلية، تحتاج انزيمات. أما هنا فتكون دفعة واحدة. إذن هي أول فرق. الفرق الثاني، الطاقة الناتجة قليل منها على شكل حرارة، لكن كثير منها مختزن بروابط كيميائية، هي روابط الاتبي يلي بيتذكر الكوندرية وعملها درس الخلية أول درس. تختزن الروابط الناتجة عن تفكيك السكر بجزيئات خزن الطاقة اللي هنين الاتبي، الأدينوزين ثلاثي الفوسفات. أما لما حرقنا السكر على الصوبيا، أو حرقنا مثلا قطعة الكبريت أو الخشبة أو أي شيء، فإنها الطاقة الناتجة حرارة مبددة وضوء، حرارة بتنتشر بالهواء وضوء، تمام؟ إذن هاي هون المقارنة بين التنفس الخلوي والاحتراق. اثنيناتهم عملية احتراق، لكن هي احتراق بطيء وخزن للطاقة، هون احتراق كامل واحتراق دفعة واحدة، أو طبعا كامل بالطرفين كامل، لكن هنا يتم دفعة واحدة وتتبدد الطاقة في الجو بالاحتراق. فهمناها؟ إذن هاي مقارنة التنفس الخلوي الهوائي بالاحتراق. هلأ خلصنا التنفس اللاهوائي، التنفس الهوائي الخلوي. الآن لننطلق إلى التنفس اللاهوائي. فالفكرة إنه، أو السؤال، هل تعيش بعض الأحياء بمعزل عن الهواء؟ نعم، هنالك جراثيم، كائنات بسيطة أكيد، يعني معظم الكائنات تنفسها هوائي، لكن في كائنات تنفسها لا هوائي، يعني وبتكون كائنات بسيطة كالجراثيم، بعض الكائنات البسيطة جدا. الكائنات هاي التي تعيش بمعزل عن الهواء هل تحرم من الطاقة؟ كيف تحصل على الطاقة؟ قال بعملية التنفس اللاهوائي. هي العملية التنفس الهوائي تسمى أيضا التخمر. في كائنات هي مثل مثلا اللي بدنا نحكي عنها هلأ، حياتها هوائية، ولكن عند انعدام الأكسجين تلجأ إلى التنفس اللاهوائي. وفي كائنات، يعني جراثيم، تنفسها دائما لاهوائي، تمام؟ نعم. إذن الفكرة هلا اللي حكيناها هي عن التنفس الخلوي، ما المقصود به، ثم المقارنة، ثم عملية التنفس اللاهوائي ماذا تعني، تمام؟ شكرا لكم.